أمام طارق أبو عبده قدم مستوى عالي جدا. محمد فريح يعطي أفضلية حكم المباراة وممكن بعدين يرجع للقرار الإداري. الصولة الآن محمد الصولة محمد الصولة محمد الصولة محمد الصولة وين بيروح بعد وين بيروح جول وين بيروح يا حامد كميل وين بيروح الصولة قال لك بروح على المرمى قال لك بروح على المرمى وسجل أول الأهداف في الدقيقة 33. الليبي الجديد يسجل هناك أيضا جمعة عبود قلب الدفاع يلعب عوبة بينية خطيرة 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 جول جول علي خلاص صادها في اللحظة الأخيرة في الدقيقة 23 في الدقيقة 23 سامح مرم سامح يلعب اليسار حلوة لنوناتو نوناتو خطيرة 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 جول جول للتضامن يأتي عن طريق الخبرة يوسف لعنيزان وقف طاح محمد فريح بندر حصلها وليد وليد الشعلة وليد 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 وين يروح وليد وين يسلم للعربي بندر السلامة بالسلامة 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 بهدف ثالث بهدف ثالث وكرت أصفر أيضا على عبد الله الهزاع.